السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو تعليم كما راكم تشوفوا في العنوان راح يكون بخصوص رزنامه الامتحانات المدرسيه للسنه الدراسيه 2019-2020 اللي نزل نهار 15 اجوان، يعني حطوه عنده تقريبا جوج سوايع. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم اي جديد ينزل في القناه، وما تنساوش تخليوا للجمع على هذا الفيديو وتبارطاجوه مع اصدقائكم باش يعرفوا كامل باللي شهاده التعليم المتوسط ما راحش تلغى كما راهم يقولوا في ريزو سوسيو، وانما حدوا لها التاريخ نتاعها. في الاول كانت باللي في سبتمبر، ولكن الان حدوا لها تاريخ معين. شهاده التعليم المتوسط راح تكون من نهار الاثنين 7 سبتمبر حتى نهار الاربعاء 9 سبتمبر 2020. شهاده تعليم البكالوريا كيف راح تكون نهار الاحد 13 سبتمبر وتكمل نهار الخميس 17 سبتمبر طبعا 2020، يعني ما بقناش بزاف باش يفوتوا شهاده تعليم متوسط شهاده تعليم البكالوريا. وهنايا نقول لكم هذا هو الخبر اللي حبيت نشارككم معكم جديد، لانه طلبتوا مني بزاف انه اي حاجه جديده تكون يعني منشوره في الصفحات تاع الوزاره نشاركها معكم. ومبقى لي غير نقول لكم بالتوفيق للجميع وحضروا مليح 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 سقتوا اصحاب البكالوريا، انه عندكم فرصه كبيره باش تجيبوا البكالوريا هذا العام. يعني الاعوام اللي فاتوا ما كانش عندهم فرصه كبيره باش يجيبوا كما هذا العام، دركا عندكم الوقت، عندكم سقتوا مع هذا لو كونفينمون تقدروا انكم تقراوا بلي تساع كيما نقولوا. وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.